قد جبش إبراهيم شحاق موسى وكم جا قد يدى الديقان كقبل كتقدر كي حالا يكو قبتين شري شرايد مقالة برعو كاسيو النحر كيسوها بينين ور اي كشاقين بين أبور أو اي دابعين غار كترسان ورباهين تمدى حبانان دلكن جمهورية دا صومالي لان غارهان وبسادة هالواناق برعو أونلاين قران نيوز يكو وكالي كنا صباح بدهن لبي اللباتنك بشان لباد اللبادة كن يلبي يطبنكا باقاس وحا وهابي دهن مد بين أبورا أو رج اسكو مقا عابي قدقة باشان أي سو سارين أو أي وحيي لأو قدي ميين قران كان إيو وليبا قيدي سعود كهورو مركز صومالي لان قدقة سايا وحا يشيركو دا چرايد كسو سارين ورمرتياد أي كوب بانين يان باقاس قار هورا لوقو دابعي ورباهن تقار كودا شيخ يوسف عبد عوض او قدومي اوه قدقان ايا وحا وشرحيا وشددا ايو قبتي شركة شرائد ايو هنانكا ايو بينين ايان حلقان باقاسي جواب انو كتواب انو باق بين ابورا اولاقا بين ابوري بيش كاسو ايو باهيين ورباهين تا دلك قار كميدا سيدا وقصيدا اي كميديهين هدوناك نيوز برو أونلاين غرا نيوز يغار كره باقاس بين أبوكا ونحور كيسا يو جيدة ديسا أي أحاي إني بيشو باقا سوى صار إيسو أما كسوى صارتي أرباها نبتكليادا إيحا سيلوريدا دالكا إن إيو حالات دا أمنيغا إيو علاداها كالوسان دالكا إيو maamulka ka dalka iyo musuqmaasuq lagu heeyay xukuumadda waxa baa ku sheegay waxa uu ku gafay meel kaga dhacay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siraayo wasiirka kamida xukuumadda heeraha reer Soomaaliland qaarkood iyo madax dhaqameed baa hadaba waxaanu kaga jawaabeynaa anagoo ah gudidi beesha baaqa beenta ah arrimaha soo socda kow waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland iyo beeraha reer Soomaaliland iyo madax dhaqameedka reer Soomaaliland baaqaasi in aanu ka soo bixin beesha Ibraahim Sheekh Saxaaq been abuurna uu yahay berina ay ka tahay عبد الستار صبري برعو